السلام علیکم محترم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں المہر یوٹیوب چینل۔ آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی ہم چھٹا کلمہ پڑھنا سیکھیں گے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ششم کلمہ رد کفر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم إني أعوذ بك، اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك، من أن أشرك بك شيئا، بك شيئا، وأنا أعلم به، وأنا أعلم به، وأستغفرك لما لا أعلم به، وأستغفرك لما لا أعلم به، تبت عنه وتبرأت، تبت عنه وتبرأت من الكفر والشرك، من الكفر والشرك والكذب والغيبة، والكذب والغيبة والبدعة والنميمة، والبدعة والنميمة والفواحش والبهتان، والفواحش والبهتان والمعاصي كلها، والمعاصي كلها، وأسلمت وأقول، وأسلمت وأقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله، اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم به، وأستغفرك لما لا أعلم به، تبت عنه وتبرأت من الكفر والشرك والكذب والغيبة والبدعة، والبدعة والنميمة والفواحش والبهتان، والبهتان والمعاصي كلها، وأسلمت وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله۔ ناظرین، اس ویڈیو کو لائک کریں اور ثواب کی نیت سے آگے شیئر کریں، اور ہمارے چینل المہر کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ